السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المغاربة، أخوتي، الله يجزيكم بخير. هذا نداء من باب مستشفى مدينة مانطوفا لومباردية إيطاليا. أرجوكم الله يجزيكم بخير، ما تسمعوش بأن إيطاليا راه خرجات من الحجر أو سلاو، ومع ذلك مازال الناس كيدخلوا للسبيطار، مازال الأمور غادية ما نقصاتش. الله يجزيكم بخير. هذا نداء من أخوكم اللي شايف كل شيء بعينيه وعارف المشكل، بأنه مشكل عويص وماشي سهل. كنطلبوا من جميع المغاربة، من جميع خوتنا المغاربة، بقاو في ديوركم بغض النظر على القفة، ماشي القفة، الماكلة ماشي الماكلة، سيمانة 10 أيام 15 يوم بدون ماكلة، نقص شويش اقتصاد بنادم يحاول يتعاون بعضياته. مهم أن المشكل الكبير والمشكل العويص هو المرض، هو المرض. الله يجزيكم بخير. هذا نداء كنرغبكم لأن فيكم حبابي، فيكم صحابي، فيكم عائلتي، فيكم ولادي، فيكم ولاد عمي، فيكم أصدقاء ديالي القراب المقربين، فيكم بلادي. حاولوا على بلادنا، حاولوا نخرجوا من هذا الوباء، أرجوكم. الله يجزيكم بخير. نحن نعاني اليوم 3/12 ماي، باش ما تقولوش راه اليوم 3/12 ماي، هادي تقريبا 10 ديال الصباح بليزوموا، مازال الناس كيتقاسوا، بالرغم من انهم في الاول بداو كيفرحوا على انها سالات وما بقاش، ولكن خوفي بزاف على المغرب. ما كاينش اللي تعذر لي بالقفه، ما كاينش اللي تعذر لي ما عنديش ما ناكل. تعاونوا بعضياتكم، ديروا الحل بعضياتكم، نقصوا من الخروج، نقصوا من لي كونتاكت، نقصوا من الرياضه بزاف في الزناقي، نقصوا من القصاير، نقصوا من اللقاءات العائليه. ارجوكم مره اخرى كنقولها لكم والقلب ديالي متخشع بزاف، لان خوفي بزاف على بلادي، خوفي على بلادي بزاف. بارك الله فيكم، الله يرحمكم الوالدين، الله يرحمكم الوالدين. كنرغبكم، انا بعيد على الحادث ولكن قلبي معكم. اخوكم صدراتي عبد الرحيم.